نمشيو اللي بعده نحكيو على الباونوا. قصة حزينة قصة حزينة معناها خبز باونوا الستاتيو هذايا هبط على مواقع التواصل الاجتماعي وتبارتاجها برشا. خبز بالنوا يشري فيه السيد يقول ب 7900 فرنك تقطع عليه وما عادش يلقاه توا عنده مدة أسابيع. يقول أخيرا لقيته البارح. يقول شدوا رواحكم ملي الباونوا كان سومو 7900 ولا سومو 12000 يعني زاد 33% وزيد الخبز صغار بنسبة 33% مش هوني وقفت الحكاية على خاطر حتى من الجو زيدا ما عادش هو ولا مطعمه كيف وكيف أي خبز يتشري من أي سوبر مارشي. إذاك علاش قرر قرار مهم جدا إنه ما عادش بش يشري وهو بيدو بش يقطع سوم الباجيت. شنيا سوم؟ سوم 60 باجيت. ذيك هو سوم 60 باجيت. دونك نحب نعرف تعليقاتكم على القصة الحزينة هذه اللي قاعدة تتبرتاج على مواقع التواصل الاجتماعي. أنه فما خبزة في تونس 7900 ديجا فلاك عندك 9500 قنوة ذي باجيت معناها 7900 توا وليت ب 12000 ونقصوا 33% وهو اللي ديسو قال دوماج موا جو نون اشيتري بلو او ستاتو وتفاعلات كبيره على مواقع التواصل رحموا له على والديه برشا باتيسري باتيسري فرانشيز راهي مش تونسي معناها باتيسري فرانشيز ما عادي مثلا انه واحد حتى عنده باجيت ب 8000 ما نعرفش والله عادي ولا انا نتذكر كل عام رفيق وقت اللي البلاد ماكله بعضها وكل مواطنه اللي تعيط الفتفاته هذيك فتفاته كيفاش فتفاته فتفاته وقتها وماكله بعضها الدنيا ماكله بعضها احنا عايشين هكا نفس الوضع. رفيق الخباز اللي يحكي عليه الراجل بحذانا هون فما ب 9500 10000 انا وقفت قدام الكاس الكاس والله وقت امي وصلتني على الخبز قلت هاي كويس نقول ماما كيما الدنيا لا نقول ماما مش ماما لا وانت ايش تقول بربي سامحني ما انت ايش تقول نقول ماما حاجه انت الحاجه في الحمد لله حاجه معاك ربي من صنع حيين مثال الشرمس من رموز المقاومه انت برا امشي في الحال يا رفيق سميت لي فازيت بالفرنسية ما فهمتهمش قلت لها باجيت قالت لي اون فيت تو 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 عطاتني باجيت 10600 يا ودي قلت لها مليح مش لي انا خاطر بكشي جاتو والله 10600 هذوما عباد رفيق نوفو ريش يحب يبيت ارقام لازم يكون لاباس عليه بالحق لاباس عليه وتعب عليهم اخزر يشري كيما يحب هو حر اما انك تهب وتستاتيو بالطريقة هذية وتعطيه للتوانسة خويا تحمل مسؤوليتك جبت روحك جبت يا شوشو رفيق رد لي كتير لحظه كهوا ما تقصش عليا خليني نتكلم على الاعصاب ولا خذت شدوا خمسه رجال حتى انتم ما شاء الله معناها ما تسكتوش تبارك الله انا رايي هذا هو رفيق انت تنجم تكون تعيش معناها مشكل بالنسبه ليك الباونوا معناها مقطوع مشكله كبيره وحاجه عاديه بالنسبه ليك معناها انت هذاك هو المستوى نتاعك ما شاء الله ربي عاتيك دونك تاخذ وتاكل في الباونوا وعندك الامكانيات انك تشري. انا بالنسبه لي ما عندي حتى مشكله كل واحد ربي شنو عطاه وشنو رزقه اما مش لدرجه انك تكتب ستاتيو وترد لنا دراما ومشكله. نحترم زاد الناس اللي مش لاقين باجيت ومش لاقين خبز ومش لاقين السكر ومش لاقين تي وانسى فرحوا بيدمروا له حياته على حتى ما اصحابك هذوما اصحابي يسخفوني انا معني هذوما اللي تسهر معاهم وتخرج معاهم وتقعد معاهم مش نسهر معاهم ديما خاطر كان نسهر معاهم ديما انا نفلس تعرفهم ليه نعرف برشا عبيد هكاك فما برشا عبيد يحبوا حاجات كي من هكا تشقنيس كل واحد حر اما رد بالك رفيق انت تقف قدامه وتقول له اعطيني باجيت ونجي نخلصك لا هذا مستحيل بالاسباب نختموا